قوم دماغ طيّة حبايب، صار يوتيوب نزلت فضيحة على قناة الصراحة، واحدة من أقوى الفضائح يمكن تشوفوها باليوتيوب بالكامل. جواني يا حبايب هو فضحها. الفضيحة لها علاقة بمحمد جواني ويا رمار وقمر مار ونور مار. الصراحة فضيحة كوش قوية تتعلق بالشخص مال اللي سوى كل هالأشياء وفضائح زائد 18 وكشف حقيقته بالدلائل إنه هو شاذ. على كل الحبايب راح أحطكم رابط الوصف، أتمنى من الكل يروح يشوف المقطع، مقطع كوش مهم لكل يروح يشوف الفضيحة هناك. الخبر أول اللي عدنا عن يا رمار وفضيحتها النور مار. في حبايب يا رمار فتحت بث على حسابها، وبهذا البث يا حبايب كشفت به وايد حقائق كلش صادمة. بالنسبة لأول شيء كشفت إنه هو أبوها متوفي، طبعا الله يرحمه. طبعا هذا الشيء عكس الكلام اللي قاله نور مار بهذا المقطع اللي نزله. صدق خشين إنه كنا عم نحكي إنه ما في حدا هاليوم ميتين غير أبو قمر. في المقطع هنا يا حبايب نور مار قاعد يقول إنه بس أبو قمر هو المتوفي، ولكن يا رمار بالبث المباشر راح تكون إياه شوفوا اللقطة، شوفوا شنو تقول. طبعا هو البث المباشر صاير بالصوت بدون صورة، فاسمعوا زين. أوكي. أنت أبوك متوفي؟ الله يرحمه. الله يسلمك. أنا كمان والدي متوفي على فكرة. وأنا كمان. الله يرحمه. الله يرحمه. ربنا ربنا يخليك. يلا قلبوا 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 اللايف. اللي بقولنا صباح الخير بقى. خلاص أنا أسوأ. في شو توقعون السبب يا حبايبي اللي خلى يا رمار تخفي هذه الحقيقة عنا ونور مار اللي خفاها؟ الله أعلم يا حبايبي. المهم إنه الله يرحمه تسون يا حبايبي، نترحمون عليه إنه الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة بالكومنتات. ننتقل حاليا للثاني شغلة قالتها أو كشفتها باللايف. فيذكرون يا حبايبي إن يار نزلت هذه الستوريات، وبهذه الستوريات أعلنت من خلالها عن خروجها من فريق نور مار. فصار تقول إنه يوم نزلت هذه الستوريات بهذه الفترة هي راحت للمستشفى بسبب الضغط عليها. راح أشوف اللقطة مالتها يا حبايب. طبعا هل توقعون يا رمار نوعا ما ندمان إنه هي طلعت من الفريق؟ خاصة آخر فترة دا نلاحظ إن هي نزلت شوية ستوريات عن نورمار صداقته ورجعت مسحتها، وهذا كلام حاليا قالت عن نورمار. ما أدري الصراحة إذا تريد ترجع العلاقة بيناتهم أو لا. وللمعلومة أنا رحت أول فترات هيك خروجي من فريقي أو هيك فيكم تقولوا، إجت فترة علي رحت فيها على المشفى، فوقت اللي شفت كمية الرسائل اللي أنتوا كنتوا تبعتوا لي إياها وكنتوا تشجعوني فيها أنا كتير انبسطت فيها عن جد، وهي اللي قوتني إني أطلع والدعم الفظيع اللي كنتوا تدعموني. ننتقل حاليا لقمر مار وكثرة الإشاعات حول عودتها لفريق نور مار. فهم أشخاص لاحظوا إنه واي صار قاعدة تلتقي ويا محمد مار بالستوريات ونزلوا ستوريات يا بعض، فقاعد يسألون إنه هل ممكن قاعد تصير مفاوضات إنه ترجع الفريق أو لا. ما أدري على الكل، أحطكم الستوريات شوفوها حلوة. كيفك؟ جماعة شوفوا هذا التعارف بين محمد أبي والبزونة مالتي. حبيتها زوزي. إيف. سلي. Hello my name is زوزي. طبعاً بنتي يعني أكيد حلوة. ننتقل حاليا لمحمد كريم والديستراك اللي حينزله على امير اليوم. فحمد بالستوري صار يخير المتابعين انه اليوم راح ينزل اغنيه جديده، خيرهم بين يريدون الاغنيه الروسيه او الاغنيه العراقيه. طبعا اغلب المتابعين اختاروا انه يريدون اغنيه عراقيه تنزل اليوم، وحسب ما لاحظت بالستوري مالته انه هو يقصد انه الديستراك حيكون على امير الحسين بعد ما انفصلوا. صار لهم فتره ما قاعدين يحجون يا بعض. اكرروا شوفوا الستوريات كوش مهمه عم تتهمون شو اللي قاعد يصير. يا ربع نجي الموضوع للسالفه اللي قلت لكم عليها، خيارين عندكم، لو الاول لو الثاني. شوفوا كلكم تعرفون انه انا مقرر انزل اغنيه روسيه تمام، بس ما ادري من طلع عنا اكو شاعر عراقي تمام، هذا صاحبي يعني احنا جينا سوريا تمام رويشد، فما ادري شلون عرفته صار شاعر حلو. فالمهم كتب لي اغنيه لو زاويه. شنو قصه الاغنيه مختصر على السريع؟ قصه الاغنيه شنو؟ قصه الاغنيه اي قصه القصيده اللي كتبتها. زعلت وثانيه ترجع بس ايه وماكو منها كتبت قصيده. يا الربع هو شاعر تمام، فحبيبته زعلت وراحت رادها ترجع بس ما رجعت تمام، فعليها ترى كتب اغنيه. فالاغنيه اعطيناها وهسه انا قاعدين انا وجيراف ذاك واشوفه جيراف دنسجل بيها يا الربع. فالاغنيه شقاقيه شقاقيه هاي العربيه، على شرط هاي الاغنيه هالمره مو راب، لا اغنيه عراقيه، اغنيه عراقيه بعد تمام. فاختاروا تريدون تنزل الاغنيه في الربع، اريدكم تختارون لانه باكر راح تنزل اغنيه تمام، تريدون الروسيه لو العراقيه؟ اختاروا هنا راح اخليكم تش تنصحون. اكيد مالتي والله ما تخسرون بكيفكم، تريدون روسيه نزلها، مع العلم اذا نزلت هسه الروسيه بعد اسبوع انزل العراقيه، واذا نزلت هسه العراقيه بعد اسبوع انزل الروسيه. بس انا انصحكم بس انا انصحكم باكر تسمعون العراقيه، فاختاروا هاي العراقيه وهاي الروسيه اختاروا حتى باكر ان شاء الله انزلكم يا ليتس جو بيبي. روح حاليا البرهوم المعراوي والتقى ويا كارولين. فبعد ما كارولين يا حبايب سافرت حاليا للبنان وتركت ياسو، التقت حاليا ويا برهوم المعراوي، نزلوا شويه ستوريات ويا بعض، واتوقع من الواضح ان راح يجهزوا لنا مقاطع كلش خرافيه ويا بعض، راح اعطيكم الستوريات تشوفوها.
اليوم يا باشا ماشي بالسيارة ولا بلاقي واحدة عم تأشر لي هيك برهوم 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 برهوم، صفيت على جنب. قالت لي أنا كتير كتير معجبة فيك ومدري شو. المهم طلعت هيك ولا طلعت كارولين، يعني على الطريق لقيتها. والله شو جابك انت؟ وطبعا قبل ما نختم المقطع يا حبايب لا تنسوا المقطع سار يوتيوب بالوصف، المقطع كلش مهم، اتمنى من الكل يروح يشوفه ويشترك بالقناه ونوصلها 100,000 مشترك بسرعه وقت جيش مملكه القصاص كفو. وبس يا فايز زي ما قالت مملكه القصاص، مع السلامه.